مرحبا حبايبي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم مثل ما شايفين قاعده متربقه قدام الايكيا لكم. جيت على الايكيا بدي اشتري شويه اغراض وحابه اني غير الديوانه بالبيت، فقلت افرجيكم انا الخيارات اللي راح احبها بتنقوا معي وتفرجيكم هيك كم شغله بحبهم كثير من الايكيا بنصحكم فيهم، وباخر فيديو افرجيكم انا شو اشتريت من هون. يا هذا رح يكون فيديو اليوم، ولكن قبل ما نبلش حابه اذكركم اذا كنتم اشتركتوا لا تنسوا تحطوا لايك، تضغطوا على الزر الاحمر لاشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم اشعار بالفيديوهات القادمه. وبس هلا اذا حابين نعمل جوله صغيره بالايكيا خليكم تابعين ويلا نبلش. هون شغله من الايكيا كثير بحبها، هي اسمها اوكي، هي عبارة عن صحن ستانلس فيكم تستعملوا كذا شغلة، في معه هذا الغطا فيكم تحطوه هيك اوكي، تكبسوا الصحن جواته وتبس بعد على المرمرة او على الطاولة عندكم وقت فيكم تخلطوا، بعد اذا بدكم تحطوه بالبراد وتحطوا الغطا عليها هيك تكبسوا من النص تشيلوه. بفرجيكم هاي الديوانة كبيرة كتير مريحة كتير كتير، في منها كذا لون، لكو في منها هاد اللون اللي هو هاد اللون الأغمق والعربيج، ما أعطوني رأيكم. أو ليكو شفت هاي، هاي شكلها كمان هيك محل حطوا صندع الراس، في منها كتير ألوان ورا، أنا حبيت هاي أكتر بصراحة وكمان كتير مريحة. هاي أسماء اللي مهتم ليكو، شفت هذا المطبخ I'm in love كتير حبيته، ليكو لونه لونه كتير حلو. اوكي هاي ما بتفتح، جاي لونه على زيتي كتير حبيت كتير كتير. كنت عم دور على غطا للطاولة شفت هذا بس بصراحة ما حبيته، كتير كتير سميكة ما عم لاقي، ما في عنده غير شي عندي من هدول هيك وحده بس بتجرح الطاوله كلها. ليكو شفت هذا الغطاء، او هاي مش مال اختي، هي ثلاث مقاسات ليكو تحطوها فوق الطنجره سكروها هي اوكي، هلا هي ثواني هي بتكون بهذا الشكل، حطيها هيك تكبسوها بعدين بعد ما تكبسوها ليكو. اوكي هلا خلصنا طلعنا ليكو اخذنا شويه اغراض، هلا رح فرجيكم اياهم قطعه قطعه للبيت. اوكي حبايبي، فاذا هي دخلتي على البيت حطيت الغراض كلهم قدامي، قالوا لي رايكم بالديوانه او بالكنبيات اي وحده حبيتوا، عم اريد اخذ وحده تكون زاويتها ال اللي فرجيتكم اياهم، هن اكثر شيء كانوا مريحين، فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات مع اللون كمان اي لون حبيتوا. اوكي هلا بصراحه رحت نسيت اخذ، كنت رايده اخذ عندهم هدول مثل البلاستيكات اللي بنحطوا تحت الكراسي تبعوت المكاتب، كنت رايده اخذ وحده لحطها تحت كرسي ماي لما بتاكل بس نسيت راح عن بالي. اوكي رح فرجيكم اول شيء اخذت كم غرض لمايا، رح فرجيكم اياها مره ونخلص منهم. اخذت هاي تحت حطها محل ما بدها تاكل، تحت حتى حط صحنها فوقها مشان ما كتير توسح حواليها وهيك، احنا عندنا اللي بتكون لون واحد فاخذت لها هاي هيك ملونه اكثر وحبيتها تجي هيك مثل بلاستيك. شغله كمان اخذت لمايا اخذت لقطار خشب بس فتحته اوريدي عم تلعب فيه هلا، فرح احط لكم صورته او فيديو صغير من هي وعم تلعب، حبيته كثير لذيذ وكثير مبسوطه فيه. اخذت لها كمان هاي بيجي غطاء للحاف ومخدة بيجوا هيك على شكل فلامينغو مثل ما شايفين، تجي هيك. انا اخذة لمايا اوريدي صار طقمين من عند الايكيا وحلوين يعني لا بيحلوا، غسيل كتير مناح وكتير ناعمين كتير طرايا كتير مبسوطة فيهم، فرجعت اخذت لها وحدة كمان وهي بتحب الفلامينغو خليني افتحها بشكل الوجه بيجي طرف غامق وطرف فاتح، ونفس الشيء نفس الشيء أو مقلوم، ونفس الشيء الغطاء طرف فاتح وطرف غامق. أنا بحب إني حط مثلاً الطرف الغامق وفوق تحطي المخدة مثلاً على الطرف الفاتح، ياي على الطرف الفاتح هيك أو بالعكس. اوكي بعد المايا كمان اخذت هاد الضوء لاني حرقت اللمبادير او الضوء تبع اللي بحطه جنب التخت، فكان بحاجه لضوء صغير ما بدي، شفت اثنين كثير حبيتهم
ولكن الفكرة انه بدهم خرم بالحياة، ومعني انا مستاجرة هون، فكل ما قللت بخوش في الحياة كل ما كان احسن لبعدين. اخذت هاد بيجي على الكهرباء عادي، ولا كتير لذيذ، هيك طرف مسكر عينه طرف عم يضحك. واري انا حبيته، وهيك بروح مع غرفته كمان لذيذ ابيض. اوكي، بعد للحمام اخذت هاي تبع الصابون، اخذتها لانه ما ياسر كسرت لي ثلاثة، بجيب تبعون الازاز دائما لطقومه ودائما تكسر لي اياهم، فشفت هاي كلها بلاستيك وبتروح مع الحمام تبعي. انا الحمام تبعي هو فضي واسود وازرق، هيك مثل عذابت معه وحسيت، وهيك يعني متين شيء ما خرج معي تكسر لي اياه، فاخذت هاد كمان. واخذت كم غرض للمطبخ، انا بحب كثير المقات او الكاسات الكبار، فشفت طقم كان فيه 4 كاسات كثير حلوين كانوا، كل كاسه كانت لون بس ما كان بقيان، بس شفت هدول كثير حبيتهم، ليكو قد كيوت. الحلو فيهم بيجوا هنا مثلا مثل فنجان للقهوه، ولكن حجمهم كبير، فشربين القهوه الصبح انا هدول حبيتهم كثير. اخذت وحده زهر لقليل، واخذت الفضي الغامق لالساندرو، ماري حبيتهم، وبيجوا هيك مفردين، في كان اسود وزهر وازرق، في منهم عده الوان، انا اخذت هدول اثنين. اخذت شغله كثير حبيتها وحسيتها كثير مفيده وكثير عمليه، اللي هي هاي هذا الاختراع، هذا بتحطوه بالمجلى. هلا ماني متاكده اذا رح يزبط معي عند المجلى تبعي، ولكن هذا بتحطوه بالمجلى، بس ممكن تحط فيه الليفه، الصابون، مثل السفنج الحديد، حتى ما يضلوا بالمجلى. انا ما بحب اني احطهم بالمجلى، عندي علبه كان فضيه بحطها فيها جنب المجلى، ولكن لما تكون من الداعي بحس انه تحت بتعبي وسخ، فهي بما انه انا بخوش بس خلص جلي بس انضف المجلى، بعود بحطها وبحط الليفه جواتها، فكثير حبيتها وكثير حسيت عمليه، حسيت كثير مفيده. شغله كمان اخذتها للمطبخ، اخذت هاي كثير مبسوطة فيها، بيجي بصفاي ستانلس، ولكن انا اخذته اكثر شيء للمعكرونه. هاي بتحطوها بقلب الطنجره، بتعبوها مي، بتعبوا الطنجره مي، وبتسلقوا المعكرونه جواتها، فبس تستوي المعكرونه بدل ما تصفوا المي تحطوا مصفاي بالجرن وتصفوا المي تقلبوا المعكرونه هون، كل اللي عليكم تعملوا انه بس تحملوا هاي وبعود بتصفى المي منها بكل سهوله، في داعي تقلبوا وتسكبوا ويندلق المي من على الطرف، فكل اللي عليكم تعملوا انه بس ترفعوا هاد ولحالها بيصفى المي وبيبقى المعكرونه بقلبها. طبعا فيكم تستعملوه لعده اغراض، ولكن انا اشتريته حصريا لهذا الغرض فاخذت هاي. اوكي، بعدها اخذت كم غرض للصالون، اخذت هدول لانه عندي صحن او عندي مثل طبق بحطه فوق الطاولة عندي بالسفرة، بس هو فاضي كبير فاضي، وحبيت اني اعبي شيء، فشفت هدول بيجوا هيك مثل قشور وقلن او مثل ورد منشف، وقلن لهم ريحة كتير طيبة، كتير كتير طيبة، ريحتهم هيك جاية على ريحة الفانيل، فبيجوا مثل قشور وقطع خشب، ويعني لديكور حلوين ومنهم بيطلعوا ريحة، فرح حبيبهم بالصحن، ما بعرف اذا رح يكفي اثنين او ما بعرف قد ايه الكميه اللي بحتاجها. هلا طلع الصحن عم يخرق، يمكن العقلي يمكن ما يزبط، بس ما بعرف. اخذت هدول اثنين رح جربهم، اسمهم دوفتا، فعلي هدول هيك بيجوا بهذا الشكل، ريحتهم يعني من قلب الكيس عم صار ريحتهم كثير طيبه، فاخذت هدول. بالحديث عن الروايح، انا بحب كثير الشموع، بحب اني اشعل دائما، في عندي شموع مشعوله بالبيت بالصالون وبالمطبخ، بعد ما اخلص جلي بعد ما انظف المطبخ بعود بشعل شمعه، فاشتريت كل هدول. اخذت شموع من هدول، بيجي في نوعين، نازلين نوعين شموع، النوع التقليدي اللي دائما موجود منه بالايكيا، اخذت اللي بيجي هيك مثل راسبيري، واخذت التفاح اللي هدول بيشعلون بالمطبخ، واخذت الفانيل، هاي الفانيل هاي ريحتها كثير طيبه. ومن الموديل الثاني نازلين هدول، اتوقع هدول شوي صغيره بيجوا اغلب، اخذت كمان هاي بيجي فيها ريحه الفانيل وشوكولا، هاي اكثر على شوكولا، بس ريحتها كثير طيبه. اخذت هاي بتجي اكثر على قرفه، ريحتها اكثر على خريف، ريحتها كثير طيبة، هي يعني بظن هي أكثر وحدة حبيتها، بتجي هيك بتجي بهذا الشكل، ريحتها كثير كثير طيبة. أخذت هي الخضرة كمان ريحتها طيبة، خضرة هيك ريحتها
ريحة نظافة، ريحة غابة أكثر، ريحة هيك أعشاب، فريحتها كتير فريش. هاي هدول الشغلات اللي أخذتهم من على المريحة. سيفرجيكم هاي لما بحكيكم على الأغراض اللي أخذتها مايا. أخذت هاد بيجي مثل هيك مثل عتبة أو هيك مثل درج صغير، لحتى لما بدها مثلا اذا بدي اغسلها ايديا او شيء عشان توقف عليه عود بيوصل مستواها للمغسلة، لحتى ما احملها خاصة لا تقلت كبرت. فقلت هاي شغلة كتير كتير مفيدة. كان في بيجي شفت هاي كانت موجودة بقسم الاطفال، في بيجوا مثل درجتين موجودين بغير محل، بس حسيتها كتير كتير عالية. الدرجة الوحدة حسيتها افضل وامن. للصالون كمان اخذت مخدات، اخذت صغار، اخذت تنتين صغار، اخذت تنتين صغار. هدول بيجوا 50 ب50، بيجوا مربعات، بيجوا مربعات 50 ب50. هلا انا جيت بدي اخذ وش مخده، شفت وش كثير حبيته او غطاء لحط فيه هدول، بس ما لقيت يعني ما كانوا موجودين. كنت فوق قالوا لي اذا بتنزلي لتحت على الكاسه بتوصلين عند الكاسه بتحسني او عند الكاشير بتحسني اني تطلبيهم وبيعطوك اياهم فورا من المستودع. فبعد ما طلعت لفوق قالت لي انه لا هن هدول ما في منهم من الاساس. فطلعت انه بعد كل هالفتلة طلعت بالاخير من الاساس، حتى في المستودع ما كان فيه. بس ما عرفت ليش هيك قالوا لي ودوخوني وضيعوا لي وقتي، وكثير انقهرت لانه كثير كنت حاببتهم. فضلوا هدول بلا وجاه مبدئيا، بس راح اخذهم بعدين. اخذت كمان هدول تنتين كبار هيك مربعات كبار، هدول بيجوا 65 ب65. لألون هدول اخذت وش يكون سادة من لون الكنبة اللي عندي. انا عندي وحدة افرادية صفرة او مو صفرة، هيك مطارت بي هذا اللون او لون الماستر لون خردل. اخذت هدول الصديات حتحضن بي هدول المخدات الكبار، ومن حبة الصغار قامت فيهم حركة بس ما ضبطت، يلا لبعدين. وكمان اخذت هيك شيء قريب على هذا اللون. هلا هي من الاساس بطانية، ولكن جبت لحتى تغطي فيها الديوانة حتى ما تتوسخ وما تبقى. ومية من يومين لأنه مسكت ورسمت لي بالقلم على الديوانة بقلم التلوين، فقلت بجيب هاي بغطي فيها غطي الديوانة فيها حتى نحد من الكوارث المنزلية بقدر الإمكان. فيا فكرة حبيت لونها كثير كثير حبيبها. أخذت أنا وطالع أخذت شوكولا، ما بعرف من الشوكولات من السوري. كان في الدايم، أنا كثير بحب الدايم، وكان وفي هاي الميلك شوكولاد شوكولاد ما بعرف شو بقولوها. إذا حدا بيعرف سوري يقول لي كيف تلفظ. فأتوقع لازم يكون شوكولاد حليب. هنجرب يكون إذا طيبة ولا لا. كتير طيبة. خلص وحدة كمان حاجة. فبإذن حبايبي هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. بتمنى انه يكون نال اعجابكم ونال رضاكم كالعاده. لا تنسوا تحطوا لايك، تضغطوا على الزر الاحمر لاشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس ليصلكم اشعار بالفيديوهات القادمه. اكتبوا لي بقسم التعليقات انتم شو الشغلات اللي بتحبوا تشتروها من ايكيا، او اذا عندكم شيء مثلا هيك بتنصحوني انه ريح اني اروح اجيبه كثير مفيد للبيت، اكتبوا لي بقسم التعليقات. ولا تنسوا تقولوا لي على الكنبه اي وحده حبيتوه. لا تنسوا كمان تابعوني على الانستغرام، اسمي رح يطلع على الشاشه ورابط الانستغرام تلاقوه بصندوق الوصف. وبس هلا صار فيني انهي الفيديو، واقولكم اني بحبكم كثير كثير، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.